ويسأل يا مولاني هل يجوز استعمال السواك رطبا ويابسا؟ يقول له نعم، كل شيء يحطه في الحنفية والإيه؟ صدق صلى الله عليه وسلم. واشتق الأزهر من الزهراء، يا ستنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي. ففاق النبي الأنبياء والمرسلين وأهل السماوات وأهل الأراضين والملائكة حتى جبريل عليه السلام. يقول أخرجه البخاري وصححه الألباني. هم صحح الألباني صحح البخاري. قالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. والله الذي يتطاول على شيخنا البخاري لا يرى في أيامه إلا السواد طيلة عمره. ذلك في أماكن تقعد فيها كده تنحل مشاكل، وأماكن تقعد فيها يزيد عليك الهم، هتلاقي بتاع جماعة كانوا حشاشين ولا حاجة، قوم منها بقى ما تحرك. ولذلك مجالس العلم وانت قاعد يقضي الله حوائجك ويدفع الله عنك البلاء. اي مجلس علم اجلس في الاخر خالص قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم ايه حسنا. القران اللي احنا شايفينه وعمالين نبهدل في المصاحف فيه ده، اقسم بالله لاتي عليه زمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، ويختلف الناس في مساله فيذهبون الى الحفاظ يجدونهم قد نسوا القران، وياتون الى المصاحف فلا يجدون فيها حرف. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخنا شيخ الإسلام العالم الحجة البرهان سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علم الله. صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله لو لم يكن للإنسان من أعماله في دنياه إلا أن يصلى على النبي، أولا فيها التوحيد الخالص، صلى الله تجيب اسم لفظ مين؟ عليه وسلم. صلى الله عليه من اللي أمرنا إن الله ملكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا إيه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخنا شيخ الإسلام الإمام الحجة البرهان سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه أرضاه، ووقفت معكم يوم الجمعة الماضية عند كتاب أو باب التيمم، باب الإيه؟ التيمم. يقول فيه شيخنا الإمام ابن حجر رضي الله عنه عن سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه عند الإمام مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند الإمام أحمد بن حنبل: وجعل التراب لي طهورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام ابن حجر قال عن جابر رضي الله عنه، فقال إذا ذكر لفظ سيدنا جابر يبقى جابر مين؟ ابن عبد الله الأنصاري. يبقى جابر ابن عبد الله مين؟
الأنصاري، تلك سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه توفي والده في غزوة أحد، أبوه مات في غزوة إيه؟ أحد، ودفن في أرض أحد مع السبعين إيه؟ شهيد. ويقول سيدنا جابر وبعدها بستة أشهر، رواية ذكر سيدنا الإمام البخاري، أحسست أن والدي دفن بجوار رجل ليس بينه وبينه معاملة. شفت الأدب بتاع سيدنا جابر، ما قولش أبويا كان بيكره واحد، لا، كان في واحد كده ما إيه يعني، لا بيحب ولا بإيه ولا بيكره، بس سلام عليكم، عليكم السلام. ومات فدفن بجوار بعضهما، فسيدنا جابر قال أبويا اندفن بجنب واحد إيه يعني ما بيستريحوش مع بعض في الكلام. أكن الأموات يا مولانا لما يندفنوا جنب بعض، اتنين بيحبوا بعض، أمال إيه يفضلوا يحكوا مع بعض؟ أمال هو النعيم إزاي؟ النعيم في الراحة النفسية، أن يكلموا بعض ويبقوا مستريحين من بعض، أمال إيه؟ ولذلك لما يجي واحد يوصل يقول لك ادفن جنب سيدنا فلان، سيدنا الشيخ فلان، أو جنب فلان، بحبه بيستريح لي وأنا بإيه؟ آه. انما لما اقول لك وفلان ده كان بيكرهه حطه جنبه خلوهم ان شاء الله يتعاركوا هناك. فسيدنا جابر قال فدفن والدي بجوار رجل ليس بينه وبينه معامله. شوف الادب ازاي، يعني ما كانش عمرهم يقعدوا يحكوا مع بعض كده ولا حاجه، اهلا ازيك يا فلان عامل ايه وخلاص. قال فاستاذنت رسول الله في ان انقله من مكانه صلى الله عليه وسلم. استاذن مين؟ سيدنا النبي ننقله. والرواية دي في صحيح الإمام البخاري في حديث رقم بالضبط 1600 وحاجة، باب كتاب الجنائز. فقال فأذن رسول الله لي، فحفرت عن والدي وكنت أعلم أنه دفن في أي إيه؟ في مكان كذا. قال فأخرجته من قبره وإن دمه ليتقطر كيوم أن قتل. جثمانه ايه؟ سليم، والدم لسه بايه؟ بيتقطر، عشان ينكروا الولايات وينكروا الوجود. الواحد يقول لك ده، يقول لك ده ما وردش. ما هو سيدنا جابر هو من الصحابه الكرام رضي الله عنه، وجثمانه ايه؟ زي ما هو. لك لا، ده الارض بس كانت بعدها بسته اشهر. قال فاخرجته من قبره ولم يتغير له معالم، وكان يتقطر منه الدم كيومك أن يستشهد مين؟ والدي. فنقلته في مكان بجوار كان يحبه ويحبه، ففرح رسول الله بي. يعني قال له يا جابر أنت بر بأبيك حتى بعد الممات. لأصله كان أبوه سايبه مديون، وبرضه دور على راحة أبيه. تخيل أنت أبوك لو سايبك مديون هتعمل إيه؟ والله ما أنت قريب الفاتحة لحد. يعني مش كفاية جاب رجلينا في ديون، الله يسامحه بقى مطرح ما راح، يعني عاوز تروح تضربه بس ما انتش طايل منه حاجه. شوف ازاي عليه دين ودور على راحه والدي. فرآه النبي مهموما، اقول له مهموم ليه يا جابر؟ قال من دين والدي يا رسول الله. قال اترك لك شيئا؟ قال له حديقه، حديقه سيدنا جابر، يعني قد المجلس بتاعنا كده، يعني ما كفوش نفسه اكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزهر زهرها وظهر ثمرها فأعلمني يومها يا جابر. فلما جاء ميعاد الثمار قال لسيدنا النبي فمشى رسول الله فيها صلى الله عليه وسلم، فأثمرت الحديقة ثمرا، باعه جابر فسد دين أبيه وتزوج منه وبقى معه مال. بركة مين؟ هو ده اللي مجنن اللي على الامريكان والصهاينه ولاد الايه؟ يقول لك ده عندهم بركه النبي ديت مش عارفين يستغلوه. فربنا يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه؟ حسره ثم يغلبون. النهارده كل الناس نفسها تتكلم، تعرف حاجه عن سيدنا النبي. لما هاجت الرسوم ومش عارف ايه والافلام كله عاوز يقول لك ايه ده سيدنا النبي من اخلاقه اللي كمل، اللي يروح واقف كده يقول له مش عارف، يقول لك كان طيب. ما انت مش عارف حاجه عن سيدنا النبي، عن نبيك مش عارف حاجه. فاعرف بقى، شوف سيدنا النبي اهو بركاته صلى الله عليه وسلم. فالبركه بتاع سيدنا النبي لم تنقطع ابدا ولم تنتهي،
وإذا كانت بركاته في حركاته في الأرض فبركاته في قوله في من نطق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم بكلام سيدنا النبي يجد في لسانه وحركاته والبركة في المكان الذي يذكر فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا هذه الأمور يقينا كده. فسيدنا جابر يحكي يكلم في هذا الحديث ويقول أن النبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد أي من الأنبياء من قبلي. فسيدنا الشيخ ابن حجر يقول وليس العدد على محدود بل أعطي النبي فوق المئتي خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وكان من خصوصياته زواجه بأكثر من أربعة، وكان من خصوصياته ألا يجوز له أن يطلق امرأة فيتزوجها غيره، وألا تحل له النساء من بعده، وكان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يباشر العقد بنفسه بدون شاهد. تعملها أنت دي؟ فهد خصوصية لسيدنا النبي؟ مش القضية كده. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إيه؟ خلاص انتهت. مش يجي لها اتنين شهود عشان حديث أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده خصوصيات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصوصياته عن سائر الأنبياء أعطي الشفاعة وأعطي لواء الحمد وهو أول من تنشق عنه الأرض وبيده الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل النار والشفاعة لأهل الأعراف والشفاعة لمن دخل جهنم وكان في قلبه مثقال ذرة من قول لا إله إلا الله يشفع له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي خصوصيات أعدهم سيدنا الإمام الفوق المئتين، مئتين خاصية لسيدنا النبي فوق خصوص الإيه؟ الأنبياء. إنما يقولها النبي على سبيل التواضع، زي ما قال في حديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير إيه؟ حساب. يعلق سيدنا الإمام النووي لك إيه؟ ومع 70,000 من كل واحد منهم 70,000 تاني يدخلون الجنة بغير إيه؟ اللهم اجعلنا منه. ما عكاشة وعكاشة اللفظين اللي سيدنا عكاشة بن محصن قال ادعو الله لي أن أكون منهم يا رسول الله. ما هو المجالس والدعوات إيه؟ ساعات بتبقى أبواب السماء موافقة للقول القائل. فواحد يقول لي يا رب اجعلني زيهم، يروح ربنا واخده معاه، مش ياخده يموته، لا، يخليه من ضمن الذين لإيه؟ يدخلون الجنة بغير إيه؟ غير حساب، خلاص عدى كده. فسيدنا عكاشة قال انا ادعو الله لي يا رسول ان اكون منه، قال انت منه. فلما بقى لقى التوزيع جه من ايه؟ وانا يا رسول الله سبقك بها عكاشة. خلاص، ما لو فتح الباب كان كل ايه؟ وانا راخر وانا راخر، انا ابن عمتك وانا راخر، وانا كنت موجود والله بس كان ورايا مشوار مش هينتهي. فقال له خلاص سبقك بها عكاشة. يعني ايه؟ ان قدر استجابه الدعاء في قدر النطق به في وقته. ان واحد يقول لك اللهم ارزقنا الجنة ونعمة اللهم اجعلنا منهم، حطك الملك حشرك كده. انما واحد يتكلم عن الجنة ويقول مالها الجنة؟ يا اكل هناك وانت لو عجبكش للاكل. على رأي سيدنا علي قال المسجد افضل عندي من الجنة. واحد قال له ازاي يا علي؟ سيدنا علي قال المسجد افضل منك الى الجنة؟ قال المسجد اقضي فيه حاجتي لربي، والجنة أقضي حاجتي لنفسي، فالذي بيني وبين ربي هو أفضل من الذي بيني وبين نفسي. يبقى المسجد أفضل منين؟ من الجنة. الجنة حاجتك لنفسك، والمسجد حاجتك لمين؟ يبقى شفت هدي دماغ رضي الله عنهم وأرضاه. شوف القضايا إزاي. فهي قدر القول مع قدر استجابة الدعاء في وقت أن تكون السماء مفتوحة روح الملك إيه؟ وزيك لما تلاقي فرصة في كده اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم، الله احشرنا بينهم. مش تفضل قاعد ساكت وتيجي الشيخ يدعي تروح قام سايبه وماشي، تيجي تقول اللهم اجعلنا. زي ما انت كنت سبت الملك بحاله ومش هياخدك بالعافية يقول لك تعالى سجله. شوف القضية ازاي يعني. فالأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر
والنسائي جاب حديث المسيرة شهرين. كلمة نصرت بالرعب مسيرة شهر، شوف أبقى النبي يقول سنحارب اليوم مثلا كده أي بلد، الروم، أو سنحارب كذا، قبل أن يذهب إليهم بشهر يأتيهم الإيه؟ الرعب. والرعب ده يخليك لا تعرف تركز ولا تعرف تحارب ولا تعرف تلم حاجتك ولا تعرف تعمل حاجة خالص. منين؟ من الرعب. وهل هذا لرسول الله أم لأمته؟ هو للأمة إذا كانت على هدي نبيه، للأمة إذا كان على إيه؟ إذا كانت على هدي نبيه، وينزع منها إذا عصت نبيه. ينفع ربنا ينصر أمة بالرعب مسيرة شهر وهي مخالفة لله؟ ده لو نصرهم حيتمادوا في العصيان. إنما النصر بالرعب مسيرة شهر يكون على الطاعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإيه؟ الأشهاد. شوف إن وكان حقا علينا نصر الإيه؟ شوف أوجب الله على نفسه ولم يوجب أحد من العباد شيئا عليه. قال وكان حقا علينا نصر الإيه؟ المؤمنين، مش قال المسلمين، المؤمنين أهل التقى والإيمان والورع بحبهم لرسول الله ينصره. أن نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل النبي ما يذهب لمحاربة بني النضير أو بني قينقاع أو بني قريظة أو يهود بني خيبر، كان يقذف في قلوبهم الرعب قبلها بشهر، فلا يستطيعون جمع سلاح ولا يستطيعون جمع مال ولا يستطيعون النوم في الليل والنهار، حتى إذا داهمهم بالحرب كانوا لرسول الله أزلة. ما هو ده اللي بيأتي منه الايه؟ الرعب كده. شوف نصرت بالرعب مسيرة شهر أو شهرين كمان. ولذلك إنما النهاردة تعالى تخيل لو احنا بلدنا وقال ايه ده أمريكا جابت الأسطول في القناة عشان تحارب مصر، مين اللي هينصر بالرعب، احنا ولا هم؟ احنا اللي هجينا الرعب ولا هم؟ ده لو قال لك تحرك الاسطول الامريكي وانا نعلم مدى حركته، يقول لك اسطول يا رب عداها بخير، ما انت بقى انت بني هنا وعامل مشروع قريه ذكيه في سينة وخايف على الارض المنجة بتاع الاسماعيليه لا يزحفوها لك. انما لما تكون من الزاهدين اللي جاي على قبل رايح يقول لك هتقوم الحرب مموت احنا ورانا ايه. انما تقول لك استر يا رب استر عشان عاوز يعيش بس للي عنده مش عاوز يعيش. ادي القضيه مش سهله قوي. أن نصرت بالرعب مسيرة إيه؟ شهر. وأتيه الأمة تأخذ صفة نبيها إذا كانت على منهج، إذا كانت على إيه؟ لأن الأمة لها خصوصية بخلاف الأمم. الأمة لها خصوصية بخلاف مين؟ بخلاف الأمم. أمة دعوة إلى يوم القيامة، وكل أمة توقفت دعوتها بموت نبيها. كل أمة من الأمم توقفت دعوتها بموت مين؟ نبيها، انتهت خلاص. إنما إلا الأمة بدأت دعوتها بعد موت نبيه. يعني النبي دعا ولما مات قالوا انتشروا بقى في الأرض خلاص. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف القرآن إزاي يكلم، اتحرك يلا اطلع بره. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف الشغل إزاي على طول حركة ما تقعدش أبدا. وزيك لما تقاعصت الأمة عن آداء واجبها ظهر أظهر الله أعداؤها عليها، أظهر الله أعداءها إيه؟ عليه لما تقاعصت. ولذلك لما جم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وربنا فتح عليهم أرض خيبر، وأرض خيبر كانت كتيرة أوي، يعني كانوا كلهم كم أرض خيبر؟ 20 فدان، وفيهم البير وفيهم الزراعة، يعني 20 فدان بالنسبة للنهاردة يعتبر ما فيش إيه؟ مش حاجة. لو احنا الازهر بحاله كده قاعدين كم واحد ولنا 20 فدان، لك ها ده لو زرعناهم عيدان كبريت مش هيقضينا، صح كده؟ انما كان ارض خيبر بالنسبة لهم ايه؟ لك يا فتفتحت لنا هذه الارض. فالصحابة راحوا كده في العصرية كده عجبهم الزراعة والايه والشغل بتاع الارض واللمية الباردة فراحوا قاعدين كده مرحرحين زينا كده، وقعدوا قالوا يا ده الواحد يكافح عشان يشط التراب دول. فسيدنا النبي مرة كده قال لهم انتوا تعملوا ايه؟ قالوا نزرعها كما زرعوها. قال لهم لا،
لم تخلقوا لهذا، دعوها لأهلها وصالحوهم على نصف ثمارها، وتعالوا معي إلى ما خلقكم الله له، إلى الدعوة إلى الله ورسوله. شفت القضية إزاي؟ لأن القعدة في الأرض تخليك تعمل إيه؟ خلاص انتهت، تحب المكان شوية، تدور عاوز تزوده، يجي أي حد يخش عاوز تاكله، ما خلاص ما ينفعش، ما أنت خلاص تحرك قلبك وتعلق به، مش عاوز تتحرك منه. فقال لا، ده احنا مخلوقين للإيه؟ للدعوة. تعالوا تعالوا يا دم ليلى. وصالح النبي أهل خيبر عليها بنصف ثمارها حتى لا تتعلق القلوب بالأرض وتتعلق بخالق مين؟ بخالق الأرض والسماء وهو الله عز وجل. شفتوا عرفتوا المهمة ازاي اللي احنا ضيعناه؟ ولذلك لو احنا كده كمسلمين من زمان، أول بعد صلاح الدين ما حرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين وأعاده للإسلام، وعملنا كده كمؤتمر إسلامي زي اللي احنا بنشوفه كل شوية كده، وجمعت الدول العربية بمؤتمراتها كده، وبعد المؤتمر عملنا طلعنا مؤتمر بإيه؟ أوصل مؤتمر بالآتي: ألا تتعدى الدول الغربية على دول الشرق. وده مؤتمر ده؟ لا، ده المؤتمر نبعث نرسل رسالة من هنا بواقع جميع حكام الأمة الإسلامية إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى غيرها: أسلموا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن لم تنطقوا بها فالإثم عليكم وعلى من تبعكم إلى يوم القيامة. هذه مهمتنا في حياتنا. نقدر نعملها دي؟ والله اللي قال بتوع التحرير ممكن يعملوها، لو قعدناهم كده وجبناهم ممكن يعملوا الحركة دي. إنما ليه؟ أنا أمير بلد وإرشيني تحت إيدي والطيارة وعمال أطلع واتنطط وهدور على الإسلام تاني؟ ما كده حلو، ما فين الوسطية بتاع الإسلام بقى؟ سيدنا النبي قال دعوهم. هندعهم إن شاء الله. والتاني نفس الموضوع، عمارة على قده عامل فاسك وجهه بتاعه وبيلعب فيها، هدور على الإسلام فين تاني؟ والثالث ورث حكم عن أبيه عن أبيه عن أبيه وقعد على المليارات وقعد يعربد كما شاء، هيدور على الإسلام في إيه تاني؟ والثالث قعد والرابع قعد، هيدور على الإسلام في إيه تاني؟ لذلك قضية الإسلام تحتاج إلى رجال، وقفة من جميع البلاد العربية كلها حكامها ومحكوميها ومن رجالها وشبابها ونسائها، ويعملوا كده: نحن أتباع النبي، نحن أبناء محمد بن عبد الله، وجئنا لنشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. هتلاقي كل نص إيه جالك نصرته بالإيه؟ بالرعب، بدأ يجيلهم الرعب خلاص. إنما طول ما أنت بتفكر تعمل قرى، وطول ما أنت بتفكر تعمل قرية سياحية، وكل ما أنت بتفكر مش عارف تعمل إيه، ما عمرك خلاص لك ده بقوا خلاص إنتاجيين. إنما إحنا ما جيناش للإنتاج ولا حاجة، لأن ربنا سخر لنا السماء والأرض. سخر لنا السماء وليه؟ والمياه. هي المياه دي مين اللي بيصرفه؟ مين مصرف الرياح؟ هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ طهور، لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا إيه؟ كثيرة. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. شوف القرآن يكلم زي ما هو، ربنا صرفه في الأرض، وتجيب من تحت الأرض وتجيب من هنا وتجيب من هنا، أد حق ربك بقى. لما تفضل متعلق بما خلقه الله لخدمتك تخدمه أنت؟ لا، ده خلقنا الله لعبادته وخلق الأرض والسماء لخدمتك، فلا تنشغل بما خلقه الله لك عما خلقك الله من أجله. فلا تنشغل بما خلقك الله إيه؟ بما خلقه الله لك عما خلقك الله من أجله. خلق يا ابن آدم، خلقتك من أجلي وخلقت الدنيا من أجلك، فلا تتعب. هي أخذ بالأسباب وخلاص على كده، لأن من ربنا وإن من شيء إلا عندنا إيه خزائنه وما ننزله إلا بقدر إيه معلوم. شوفوا القضية إزاي، ليه ربنا يفيض على أهل عرفات وعلى الحوالين البيت الحرام الطعام والشراب وبلاش تاكل وتشرب، وان زمان تعاوز تلاقي نفسك ما صرفتش حاجه، لانه اخلص مكان للعباده فين؟ عند البيت الحرام. ولما تروح تتمسح بسيدنا رسول الله يفيض الله عليك بالرحمه وتبقى مبسوط قوي.
ولو انت هناك شعب مصر ده لو هناك عند سيدنا النبي وصلى وراه وسمع حاجه زي دي كان قال لك مش ماشي حتى لو كان فيه موتي مدافعا عن سيدنا رسول الله. تحرك قلبه به، تحرك قلب مين؟ سيدنا النبي. ذلك انا بتعجب من اللي يروح يقضي الفنادق ما ينزلوش عند سيدنا النبي يقعدوا هناك، ما تقعد هناك، خليك لي منك لسيدنا النبي كده. وانت تقول لي انا صلينا الظهر وخلاص، والله كان اخر مره معانا هناك بزور سيدنا النبي فبقول له تعالى عشان سيدنا النبي انا بقالي ساعه ما رحتش هناك. قال لا ده هي الزياره يعني كده سنه، اما الروح يعني كان زميلي في الدراسات وكليه وخلص وراح هو المدينه وانا ايه. تخيل واحد كده ده منقذ البشريه من ضلالها الى نورها، ومنقذ البشريه من شدة حساب ربها إلى رحمة الله فيها. ونروح نزوره كده صلى الله عليه وسلم، قضايا كبيرة أوي. نصرت بالروح بمسيرة إيه؟ مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. وزاد سيدنا الإمام النسائي المسيرة شهرين، مسيرة إيه؟ شهرين. يد الرعب يأتي إلى قلوب أعدائه، لما أقول ده سيدنا النبي قادم إلى هذه القرية أو قادم إلى هذه البلد محاربا له. والأمة ترث ما أورثه الله لنبيها إذا كانت مطاوعة لنبيها صلى الله عليه وسلم. يرثها الله ما أورث نبيها، لأن الله قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن ربك لذو فضل عليه، بس الناس مش عاوزة الفضل، هنعمل إيه في التعب بقى. أن نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شوف النعم، كل اليهود ما ينفعش الصلاة إلا في المعابد، والنصارى ما ينفعش الصلاة إلا فين؟ إلا في الكنائس. وانت صلي فين؟ في أي مكان. وتلاقي واحد مسيحي شغال معاك في محل واحد وانت واقف في الظهر أزم، وتروح متوضي وفرش لك المصلية وتروح إيه. أنا مرة كنا في فندق كده معزوم فيه هناك يعني على كتب كتاب، فرحت جاء المغرب فأدور على الإبلة هنا على حاجة فيه مش لاقي، فبسأل ناس شغال هناك مسلمين الإبلة فين، فهم مشغولين بالفندق. فجي واحد قال لي أنت عاوز الإبلة؟ قلت له آه. قال تعالى صلي هنا مش الشيخ والإبلة كده. بقول له اسمك إيه؟ الجرجس. قلت له جرجس وعارف الإبلة؟ وأنا كمسلم مش عارف. ما أنا رايح الفندق أنا مش بتاع فنادق بقى. فقلت له عارف القبله كده يا جرجي؟ قال له اه ده هي كده. بقول له ايه اللي عرفك؟ قال اصله كان فيه جامع تحت فالقبله كانت كده على طول، فده تحت الجامع فوق الجامع بالظبط في القبله كده. طب وهو دخل الجامع؟ دخل كان شافه تحت فارشدني اليها. دي ناخذ بقول جرجس ولا نغير بقول مسلم؟ مش عايزين يفيدوك. والله هو دلنا على الصلاة وصليت، لقيت واحد جاي بيقول لي يا مولانا ما ينفعش الصلاة هنا لأن فيه خمرجية طبعا هيشوفوك هيبقى شكلها وحش. قلت له يعني نطلع نصلي فين يعني؟ في الطل. شوف القضية كمان جاي يقول لك عشان إيه يعني حاسب على شعور الفندق. ده شو فندق جماعة بيشربوا فيه خمر وبتاع نسوان، ده تصلي فيه برضه يعني حافظ على شعور الناس؟ ينفع كده؟ كان عاوز قنبله، بس لو قلنا قنبله هيصنفوني طبعا المجاهدين وطبعا الجماعه الجهاد ولا ايه؟ ماليش دعوه. ربنا هيسترها ان شاء الله، وهتنضف البلد بعز عزيز او بذل ذليل، ويقف اهل الباطل عند باطلهم مخمودين لن تقوم لهم قائمه الا اذا تابوا الى الله. ان في اهل باطل كتير قوي، ومن همهم الا تقام لهذه البلد قائمه، عشان يخمدوا فيها الامور ولا يزوروا فيها شيء، عشان اللي بتاع الخماره بيكسب، وبتاع تاجر النسوان يكسب، وتاجر الافلام يكسب. وانما عشان نقول سيدنا النبي يقول لك يا رسول الله انت بتصلي يا ابن الايه؟ يا رسول الله ايه؟ الا رسول الله، واجيب حته رقصه تتكلم عن سيدنا النبي؟ ما ينفعش ابدا، ما ينفعش. او واد ماليش في بتاع اقول له غني لي عن سيدنا النبي بحبك يا رسول الله بحبك يا نبي، وبعد ما حبيته عملت ايه؟ صليت؟ يقول لك ده الصلاه بقى شيء في القلب ما تسالنيش. لو انت جاي لسه مسلم جديد قضيه طويله، ان شاء الله ربنا هيحلها باذن الله. حكم الصلاه في المقابر يعتبر موضوع هي الارض مسجدا وطهورا. طيب مقابر فين يا ارض؟ هل يجوز فيها الصلاه؟ الترب. نعم يعني اروح اصلي في قلب الترب بتاع الغفير دي في قلبها؟
طب ما عندي شارع فيها 20 متر، اتجه اتجاه القبلة واصلي، لازم اخلي التربة قدامي؟ ما ينفعش. ما في مسجد ابو المكارم هناك بتاع الدار الاخرة؟ هو ما بعيد عن المقابر يا اخوانا. اللي المقابر يا مولانا، نعم المسجد لا ملاصق للمقابر، بينه وبينه حائل ولا ما فيش حائل؟ ما تدخلناش في المحاكم في الموضوع ده. وجعلت لي الارض مسجدا وايه وطهورا. شوف الارض مسجد، كل الاراضي مسجد. وطهورا اي طاهرة بترابها، اللي هو جايبين عليه باب التيمم، يعني التراب طاهر مطهر. نعم زيه زي الماء بالظبط، بس اذا حضر الماء بطل الايه؟ هذه اللي احنا حافظينها ليه؟ توارثناها جيلا بعد جيل. بكلم الواد كده، جه عم وقال له خلاص يا ابني، في له ايه يا عم في ايه يا حاج؟ قال له اذا حضر الماء بطل التيمم يا ابني، صح كده ولا لا؟ توارثناها جيل بعد جيل. واحد سمعها في مصر في جامع الازهر، راح انا قايلها بعد كده في المحافظه، المحافظه نقلت القرى ومشي كله اذا حضر الماء بطل الايه؟ بس شوف حفظناها. معنى كلمه اذا حضر الماء بطل التيمم يعني ايه؟ يعني تيممت للصلاه فحضر الماء، يبقى خلاص لازم تغتسل ان كنت جنبا، وتتوضا ان كنت غير ايه؟ متوضئ، وتصلي. اهو ده اذا حضر الماء بطل الايه؟ بطل التيمم. شوف القضيه ازاي. فاحنا خدناها في كل حاجه، الريس حضر يبقى رئيس الوزراء تيمم، خلاص رئيس الوزراء حضر يبقى الوزير بقى تيمم، الوزير حضر يبقى كل وزاره بقى تيمم، كل وزاره حضر يبقى المدير العام بقى تيمم، المدير العام حضر يبقى العمال بقوا ايه؟ تيمم. من التراب بقى لما كلهم متيممين كده. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى التراب طاهر في نفسه. يعني ايه؟ وقال وتربتها، التربة يعني ايه؟ ما يستخرج من الأرض. إلا أن علماءنا قالوا لا يجوز التيمم بالقص، القص اللي هو الايه؟ الجير. فحش التيمم بالجير أبدا. قال لك لأنه ضربة للوجه، والجير ده يولع العين، فينفعش منه التيمم خالص، لأن الوضوء راحة والتيمم راحة. مش هقول واحد يمم من الجير ومع عينيه الاثنين ينفقوا، أمي بقى استفدنا إيه؟ ما كانش صلى أحسن، وربنا هيغفر له. قال ولا يجوز التيمم بالقص اللي هو الجير. وهل يجوز التيمم بالرخام؟ يجوز التيمم بالرخام إن كان عليها تراب علم موضع الأصابع. الجو عفرة وتراب، ودخلت مسجد الازهر بحط ايدي على العمود كده، راح معلمه الخمس ايه؟ اصابع. يجوز التيمم بيهم؟ يجوز التيمم عليه. كان سيدنا الشيخ الكبير، كان واحد كده كان راسه ايه؟ اللي هي ما فيهاش شعر خالص كده، فكان كل لما يحب يضحك معاه يقول له يجوز التيمم على راسك عند الملكيه. فقلنا له ازاي؟ قال لو مشي في التراب وعلمنا كده يجوز عليها، زي الرخامه بالظبط. الله يطول عمره سيدنا الشيخ، يعني كان من ضمن الحاجات اللي يضحك بيها يعني كده. فالرخام يجوز اذا علم عليه تراب وعلم على اليد. كل ما يستخرج من الارض يجوز عليه. قال لك لازم التراب؟ قال لك لان الله قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا ايه؟ صعيدا طيبا. هل الصعيد بتاعنا اهل الصعيد؟ زيك لما يجي واحد يقول انتم الصعيد، يقول له صعيدا طيبا لا جرزا ولا زلقا. صعيدا طيبا لا جرزا ولا ايه؟ ولا زلق. شفت الكلام يعني ايه؟ جرزا يعني ايه؟ يعني من صلب اتحمل فيها المياه اللي تنزل عليا ده في اثيوبيا. ولا زلق يعني مش طينه، انا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب اللي هو التراب الطيب الذي يوضع فيه الحب فينبت. معنى ذلك الرمل ما يجوز به التيمم؟ يجوز عليه لانه من الارض. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه؟ انا جبت زلطه لابويا يتيمم عليه. قال له ده انت كده غسلها الزلطه دي، انما هات له طبق رمل ويتيمم ايه؟ خاصه المرضى الذين لا يقدرون على الوضوء، واحد لا غير قادر على الوضوء ولا قادر على التيمم ولا حاله قادر على الحركه، يقوم الفقهاء يقول له صلي وانت فاقد الطهورين. واحد انعدم الايه؟ الحركه بتاعته خالص. اقول له صلي وانت فاقد الايه؟ الطهورين بنظرك كده، وردد الصلاة على لسانك. معنى إذا كان أمر بالصلاة في هذه الحالة يبقى الأولى بها اللي ماشي في الشارع يصليها ولا ما صليهاش؟ شوف القضية إزاي. ولذلك الفريضة التي فرضها الله حالة الحضر وحالة الصفر وحالة الحرب،
يعني أولى أن يترك العمل والصلاة وقت الحرب لأنك مشغول، وفرض الله عز وجل الصلاة حالة الإيه؟ حالة الحرب. قال يا أيها الذين آمنوا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وراح العلماء عامل لها باب صلاة الخوف، باب صلاة الإيه؟ شفت الكلام الجميل. حتى فرضها الله في الإيه؟ في الحرب، وفرضها الله في السفر، وفرضها الله في الحضر، وفرضها الله على المريض، وفرضها الله على غيره، وقال لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ يعني واحد ركب الدبة بتاعته حالة الحرب وكان العدو ضد الإبل، أصلي وخلاص ما عليكش حاجة. واحد غير قادر على الحركة يقعد ليس عليه إيه؟ شيء. شوف لا يكلف النفس إلا إيه؟ نفسا إلا وسعها. إنما أنت في صحة وتمام وعافية وداخل أروح مصلي الناحية التانية؟ لا، اتجه لإيه؟ القبلة، وصلي واقفا. أعطاك الله فكلفك، لم يعطك لم يكلفك. هو ربنا كلف واحد ميت؟ طبعا. كلف واحد عاجز؟ قال له صلي على قدر العجز، صلي على قدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. شوف القرآن الكريم في الأداء إزاي، ما سابش حاجة أبدا. لا يقولك لا يكلفك الله عز وجل على قدر ما إيه؟ ما أعطاك. جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها إيه؟ طهورا. يعني كده يا مولانا تبعني، أنا ماشي برا قدام الأزهر في الساحة كده فحضرت صلاة الظهر، أصلي مكاني مش طهور؟ أقول له طهور بس الجامع. يعني ايه؟ يعني احنا في الغيطان مثلا في الارض كله بيعمل، لو كل واحد صلى مكانه يبقى الجامع مين اللي هيخشه؟ انا بنهل القطط ولا ايه؟ ما ينفعش، لازم نروح الايه؟ المسجد. للفرق، لان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بكام؟ 27 درجة. ضيعت الظهر ما تضيعش العصر، ضيعت العصر ما تضيعش المغرب، ضيعت المغرب ما تضيعش العشاء. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. يبقى الحركة بركة ولا الحركة مش بركة؟ شوف عرفت بقى الفائدة في بناء المساجد إيه والحركة إيه؟ مش نقول ما الشيخ قال وتربطها، الله أكبر. ما الجامع واطلع اتحرك بقى، امشي شوي، ما أنت هترفع درجة وسيئة تتمحي وأنت طالع وأنت نازل. ولما تجلس في المسجد يوكل الله لك ملكين، واحد على اليمين واحد على الشمال، اللهم اغفر له وتقول اللهم ارحم، اللهم اغفر له اللهم ارحم، زي بلدور الساعة كده، اللهم اغفر له اللهم ارحم، اللهم اغفر له، وانت قاعد ما انت جرب الدنيا وقاعد على وضوء تنتظر الصلاة. شوف القضية ازاي، شوف عشان تعرف العبادة فيها راحة مع مين؟ مع ربك، ويريحك الله في الدنيا تبقى ماشي مستريح من العبادة. عشان كده سيدنا النبي أريحنا بها يا ايه؟ يا بلال. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أمال فين الخمسة الباقيين؟ وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأعطيت الشفاعة. ده فضل زيادة عن مين؟ عن الأنبياء. إيه أحلت لي الغنائم؟ كان كل نبي يغتنم غنائم لا يأكل ولا يشرب منه، يولع فيها، ما هو تجديد. ولما جاء النبي أحل الله له الإيه؟ والغنائم. لما غنموا في بدر وقال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني خيله وفرسه وسلاحه ياخده. فجم في أحد جريوا ورا الإيه؟ فربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فضحهم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ولذلك لما نزلوا جري شوف تعلقت القلوب بالغنائم فسلط الله عليهم أعداءه فقتلوا منهم 70 رجلا. ده وأشيع يومها بأن رسول الله مات. لذلك سيدنا عمر لك والله ما نصرنا نصرا مثل نصر الله لنا يوم أحد. قالوا زي ابن الخطاب ده جت فضيحة وقتل منا 70 وبكرت بطن الحمزة وأشيع. قالوا نجى الله نبينا.
يا اخي ده احنا كنا رحنا في داهيه كلها مش مجمع. نجى الله نبينا، اليس بعد هذا النصر من نصر؟ ده ربنا طلع سيدنا النبي من وسطنا سليم، لانه شاف خلاص الدنيا كانت ايه حاجه غريب، عشان تعلقت القلوب بالدنيا. امال اللي راقدين عليها نعمل فيها ايه؟ ما تصلوا عليه. شوف القضيه ازاي تعلقت القلوب لواحد كام ده كام من الرماة؟ 50 رجل، 50 ومن الرماة، تعلقت قلوبهم بالغنائم فحدث ما حدث، وكان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القضية، أمال الناس لما تعلقت قلوبها بالدنيا يسلط الله عليها من أعدائهم فيروا ما لا يطيقون. ذلك القلوب لما نزان تعلق بالله ولا تعلق به أبدا. ولذلك كان سيدنا الشيخ نقوله ايه، كان سيدنا الامام الغزالي يقول كده، سيدنا الشيخ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابي حامد الغزالي، 5 محمدات، كان يقول كده: العاقل الذي يعيش في الدنيا ولا تعيش فيه، ويأخذ منها ولا تأخذ منه. شوف الكلام بتاع سيدنا الشيخ الغزالي، العاقل الذي يعيش في الدنيا ولا تعيش ايه ولا تعيش فيه، ويأخذ منها ولا تأخذ ايه. ولذلك عاوز تعرف الحكايه ديت، لما اكون قاعد في شقه وتلاقي نفسك ايه ما دين نقول لك الوفاء ايه يعني، ما كل زائل، لما اكون في شقه وصرفت عليها بقى مصاريف وعملت مش عارف ايه كده، الستاير باللمس وده بالهمس وده بالبصمه وده بالبتاع، وداخل في دماغك بيع الشقه، لك ابيع دي؟ طب ما انت راحل عنها بكره بحالك. شوف شوف بقى التعلق ازاي. فلما تبقى حاجه تحط فيها حاجه كده خفافه، لما تيجي تمشي تعمل ايه؟ زي اللي ساكن بالايجار جديد بيوضب حاجه في الشقه، اهو اراد الله ان نكون كذلك، كلنا ايجار جديد في الدنيا، حد بيوضب في الايجار الجديد اهو كذلك. كان علماؤنا ومشايخنا لا يبالون بالدنيا، عامل زي المؤجر جديد كده، حتى الحنفيه تبوظ ما يحبش يصلحها، ولما يعمل يحط له حته فتيله كده اكتمي وخلاص، ما بكره نسيبك. هو الانسان اصوله كده في الدنيا، انما لما يكون ملك تعمل ايه؟ تغير حنفيه وتجيب وتظبط وتعمل وتربط وشغلانه. ليه؟ عشان انت ايه؟ ده بتاعتي وقاعد فيه، قاعد انكم ماكسون. لا ده انت راح. شوفوا زيك لما بيجي لك البتاع تشوف منام كده ولا بتاعت نفسك مرعوب، هسيب العز ده كله وتروح فين بس؟ ما انت بتبنيه ليه؟ ولذلك تجلس في الدنيا على قدر مقامك فيها، تجلس في الدنيا على قدر ايه؟ مقامك فيها فقط لا غير، وتسيبك كده. هو اصول الامه كلها تبقى عامله زي الايجار الجديد، حد بيقعد يعمل ويبيض ويعمل ويعمل سيراميك في ايجار جديد؟ استحاله. هو بيسكن فيها اذا كان واقع منها حيطه ما بيشيلش الحجر، والسقف بتاعها لو مخرم يقول لك ما تسيبه، انا احنا معمرين فيه. هي اصولك في الدنيا كايه؟ صعبه شويه نعملها مش كده؟ صعبه ولا سهله؟ يسير على من يسره الله عليه، اللهم يسرها علينا. وصعب على اللي بقى يقول لك والشيخ يعني زاهد قوي ما تصلى على النبي. وعن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال النبي، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابه، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه صلى الله عليه وسلم. ضراوي سيدنا مين؟ عمار بن ياسر. ورأى من صنوف ألوان البلاء ما رأى. قتل أبوه في مكة، وكان أبوه وأمه يعذبوا. شوف القضية، أبوه إيه؟ وأمه يعذبوا. النهاردة واحد ميت فين؟ خدوه التحرير لك شهيد من ضمن 25 يناير، هو ميت سكت قلبي، حطوه من ضمن 5، قال آه قضى عليها النظام القديم، عاوزين نحطوه من ضمن شهداء أحد كمان، ما يعرفوش يلعبوا دي خلاص، شهداء أحد التاريخ خدها ب70 واحد، شفت حتى كمان. طب هتروح من ربنا وتقولوا ايه؟ شو حاجه خطيره يعني، انا سبحان الله مش عارف البشر ده بقى نظامه ايه يعني، حاجه غريبه كده. نعم الله يقطع الكره في مصر بحاله عشان تسكت. انا دعيت دعوه من سنتين ان ربنا سبحانه وتعالى يوقف حال الكره ديت بحيث لا يعلمون، ومن النهارده
لا دوري نافع ولا كاس ولا حاجه خالص باذن الله ان شاء الله، لان مصاريف البلد فلوس البلد كلها على النوادي. اشتراك ب 30,000 بيروح فين؟ حته عيل ياخده هتلاقي حصيله فلوسه 200 مليون. لو جبنا واحد قاضي محكمه من نهار ما اتعين، من نهار من ولا حد، انت اخذت كام مليون من البلد؟ مش هكمل مليون، مش هكمل نص مليون عمر. القاضي اللي تنهار يبحث قضايا. لو جبنا شيخ الازهر من نهار ما اتعين، من نهار ما بدا لحد النهارده، قول له انت حصيلتك كام؟ انما لو لبس شورت وفانيلا كنا النهارده زي مدربين زي فذلك الكوره ديت حاجه يعني مش شوف بقى يعني ملهاش بند فقهي. هو النبي قال علموا اولادكم السباحه، سيدنا علي قال كده، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الايه؟ كل لاعب ابن ادم حرام الا سلاس، رميه عن قوس وتاديبه فرسه ومداعبه الرجل اهله. بس دول اللي ايه؟ مش حرام. يأدب الفرس ويتعلم الرمايه ويهزر مع مراته. انما الكره بيهزر مع مين؟ مع المجتمع كله. وناس تضرب في بعضها وناس تقتل في بعضها عشان قال له ده شجع لعبه حلوه وده ما شجعش. مجانين. لو بصيت له الكوره هتلاقي واحد مجنون بيجري ورا حاجه مستديره. هتلاقي عاقل؟ ها؟ واحد عاقل بيجري ورا كوره كده هتسميه عاقل؟ ابدا. تسميه ايه؟ هذه الحلقه دي اسماعيل؟ زيها امرنا الى الله. ده بتوع الكوره عاملين الاطرس عامل لي اعتصام عند الرفاعي. فاحنا كنا بنتكلم في ايه؟ سيدنا عمار ابوه يعذب وامه وهو، فقتل ابوه. اول الايه؟ يضغطوا على عمار بقتل مين؟ ابي. وضربت امه بحربة في بطنها فخرجت من دبرها دمع عينيه سيدة سمية رضي الله عنها، فتخر مغشيا عليها ميتة وهو واقف سيدنا عمار عمال مش في ايده حاجة خالص قطف. فيعدي سيدنا النبي يلاقي عمار في حالة يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الايه؟ الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شوف القضية ازاي يعني؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعمار ثابت لما جم زودوا العذاب خاف يموت زي مين؟ كأمه أو أبيه. فأنت عاوزين إيه؟ قالوا تكفر، قال خلاص كفرت. فنزل القرآن من كفر بإيه؟ إلا من أكره من بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما قال خلاص كفرت فراح جاي ملبسينه ومروقينه. فالصحابة قالوا كفر عمار يا رسول الله. فقبل ما يجي له عمار قال إن عمار بن ياسر امتلئ إيمانا من قدمه إلى مشاشه. شوف امتلئ إيمانا. وإن عمار بن ياسر ستقتله الفئة الباغية. فقتل في الحرب مع سيدنا علي في موقعة صفين. فئة باغية اللي كانت بتحارب مين؟ سيدنا علي بالفعل. فقتل فيه. شوف القضية ازاي؟ العمار امتلئ ايمانا الى ايه؟ الى مشاشه من قدمه الى ايه؟ وقالوا قال له يا رسول الله، قال له يا عمار ان عادوا فعد. ان عادوا فعد. مسكوك يقول لك تكفر قول لهم خلاص كفرت. ما هو عارف الايمان اللي ايه؟ زي النهارده اللي يحب عيله مسيحيه حلوه يقول له انا عاوز اتنصر. اتنصر ليه يا اخوي؟ اصل بحبها. وبعد ما تحبها يقول لك وحكم مش في حاجه اسمها حريه الديانه؟ اكن واحد مسلم النهارده يحب لي حته صحيح بنت اسرائيليه اقول له روح يتهود ولا مسيحيه اقول له اتنصر اقول له تستتاب ثلاث ايام فان لم يرجع اروح اقتله في ميدان التحرير حدا له قصاص. مش انا اللي هقتله عشان ما كناش بقى واحد متضايق واحد يقول له سكان هتنصر يا عم شيخ انا لا يقتلوا الحاكم المسلمين او من يقوم مقام يوم يقتل حدا له قصاص. يوم لما يجي واحده بعدها تحب واحده مش حلوه ابعد عني يا بنت الناس. شوف ازاي لما يجي الحدود مرضعه رضع زي البهائيه اللي كانت طالعه كده يومين وعملوها وطلبوا المحكمه يبقى يكتب في البطاقه بدل ما يكتب مسلم او مسيحي يكتب في ايه؟ بهائي. يعني ايه بهائي؟ يقول لك بهائي يعني ايه؟ ماشي كده لا ليه مله ولا شراكه في النساء. لذلك مصر مزرعه لأي شيء يوضع فيها. إذا وضعت فيها الإيمان أثمر، وإذا وضعت فيها الفسق انتشر.
مصر بالذات مزرعة، الشيطان ذهب إلى أهل الشام فطردوه، وذهب إلى العراق فبال فيها سابها ومشي، وجاء إلى مصر فباض وفرخ فيها. واللي شوف قاعد فين استوطن عندنا. وذلك مصر مزرعة لأي شيء. أما يجي خطيب في الجامع ويهز مشاعر الناس، يطلعوا الناس من الجامع من الجامع عاوزين يولعوا الدنيا عشان خاطر سيدنا النبي، مزرعة الإيمان. ولما يطلعوا بره في الشارع يلاقوا رقاصة بترقص يقول لك يا اللي لابس طاقية يروح لقالحة كده لك إيه عشان ما فيش حد يقول لي حاجة، ويفضل إيه يا عم غزي نظرك شوية وينسى هو كان فين. مزرعة لأي شيء. كل الجماعة المغنيين والمغنيات اللي فشلوا في بلادهم نجحوا فين؟ ولموا القرشين ومشوا. هي كده الدنيا كده. شوف مصر مزرعة لأي شيء، تضع فيها الإيمان يثمر. ولذلك احنا محتاجين لوضع ثمرة الإيمان أكثر من وضع ثمرة الفسق. هو النهارده لما يجي واحدة لك ممثلة خدت 12 مليون في مسلسل، هتفكر أنت تقرأ كتاب بلوغ المرام لابن حجر تاني؟ قول له والله أنت حلو بس أعمل إيه، ده 12 مليون يا راجل. شوف الوسطى دخلني معهد السينما، وبعد معهد السينما شوف الوسطى دخل في أي مسخرة أنت عاوزها هشتغل فيها بس أقبض فلوس. يقوم يجي لا يدرك هذا ولا يدرك ذاك والأجل يأتي. ما هو كده ما يعرفش، ما يوصلش الحاكم لأنه نوى وخلاص، فهو مع زبانيق جهنم. شوف ايه اللي خلى التطلع للناس كده. وشوفوا الفسق ظهر على الشاشات، بدا عرقه في الفيلم وده عرقه في البتاع وده اجرها في كذا وده اجرها في كذا. تضرب نفسك اجرك في ايه؟ ما تلاقيش حاجه خالص. ده معناته ايه كلمه اقول لك اجره 12 مليون و5 مليون في فيلم ولا ده؟ معناها ايه؟ تعالوا كلكم اشتغلوا ايه؟ اشتغلوا رقصين، معناتها كده. انما لما اقول انت وظيفه وبياخد 700 جنيه اقول لك اعوذ بالله مش عاوز، معناتها ايه؟ بقول لك فر اهو من المجزوم كما تفر من فر من وظيفه الحكومه كما تفر من الاسد. شوف القضيه ازاي. وذلك اهو مصر مزرعه لزراعه الايمان فينتج، وزراعه الفسق ينتشر فيه. وانت الامثله موجوده وشوفوا الناس اللي فيه. فيقول سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فأجنبت. حدثت له جنابة. واحد يقول لك مش كان صحابي، نقول له آه. يعني تحدث له جنابة ازاي؟ أصل مش معصوم يعني ماشي كده. ولذلك عندنا حاجات هم، وعندنا خاطر، وحديث النفس، والعزم. عندنا كم حاجة كده؟ ها، أول حاجة خاطر. فحديث النفس، فالهم، فالعزم. الخاطر وحديث النفس والهم رفعت، والعزم به الإله قد أخذ، به الإله قد إيه؟ أخذ. وذلك الهم فهم فخاطر فحديث النفس فاستمع، كلها رفعت إلا العزم به الإله قد أخذ. كلها رفعت إلا العزم به الإله قد إيه؟ قد أخذ. فواحد ماشي خطر بباله فمشي. على رأي العقاد يقول: ظللت أكثر من 6 سنوات أحب في امرأة من وراء شرفة، فلما فتحت الشرفة وجدتها إيه؟ جرة. لا جرة أقول لك كده بيشرب في عطارة الشرفة، فقعد عمال يتخيل الحمار الخدود قاعد يحب فيها 13 سنة. فجت صاحب البيت فتح الإيه؟ الشباك، فلقاها الإيه؟ قال لها دي اللي عمال يحب فيها جمال حمار الخدود ومش عارف إيه، وقعد يوصف فيها بقى وقعد يكلم. قال ياه شوف اللي على الوصف مش هيشتغل عادي. فخطر ببالي حاجة كده، واحد خطر باله إنه يتجوز في الحلال ويعيش يومين وبتاع، فكان عنده قوة ونشاط، فحدث له موضوع الجناب ما فيش مشكلة. نام فحدثت له موضوع الجناب، فيقول: فأجنبت رضي الله عنه أرضاه، فلم أجد الماء. كان لسه ما عرفش حكاية التيمم بقى، فما راح يسلم على نبي وجنب ما ينفعش، فقعد يدور على الماء ما لقاش، فتمرغت كما تتمرغ الايه الدابة.
راح قلع الهدوم وقعد في التراب يروح يمين ويروح شمال لما عفر نفسه ولبس وراح. فالنبي يقول له ما هذا ده؟ ايه عمار ده؟ قال له اجنبت يا رسول الله بعد ما فلم اجد الماء فتمرغت. فضحك صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لو التيمم كله كده هنلاقي ميدان المقطم جبل المقطم كل الناس عماله تمرمغ فيه من قله الميه اللي فيه. شوف فيجي بقى الشريعه الاسلاميه عشان تمشي طاهر، انت نفسك تقرا قران وفي مكان ماشي فيه وحدثت لك جنابه ومش لاقي ميه، اتيمم واقرا قران. الوقت الصلاه جه وحضر وقت الصلاه وخايف يعدي منك اتيمم وصليه. فقال له اما يكفيك يا عمار ان تضرب ضربتين بيدك كده يعني. هو التيمم اهو على شويه رمل على اي حاجه على ايه، قلنا الرخام لو عليه تراب يعني الحاجه الرخام ده ممسوحه اهو بيلمع ينفع عليه التيمم؟ ما ينفعش. فيروح ضارب ضربتين كده اهو وتنفطهم تاني. شوف شوف شغل الاسلام بس امتثال الامر اهو كده، وتروح عاملهم كده بتنفط التراب خالص وتروح مسح وشك عادي، وكمان ضربه اهي الشمال تروح على لحد اليمين واليمين تروح مسح بها الايه؟ حتى لو كانت من جنابة أو من معاشرة النساء حتى ولو كان كذا. والتيمم بهذه الصفة إن لم تجد الماء كافيك أن تصلي به إلى عشر حجج، عشر سنوات تصلي بالتيمم ليس عليك شيء ما إن لم تجد الإيه؟ الماء. شوف سهل زي التيمم. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا إيه؟ ولذلك قال لك هل التيمم رخصة ولا عزيمة؟ نعم رخصة وعزيمة. رخصة عندما أنهي به حد الجناب، وعزيمة إذا حضرت الصلاة. يبقى التيمم رخصة ولا عزيمة؟ رخصة وعزيمة. عزيمة وقت الصلاة، ورخصة لما أكون مش عاوز أمشي جنب عاوز أقرأ القرآن أتيمم وأروح ماشي إيه؟ أمشي طاهر بدل ما أمشي جاي يعني جنب. شوف القضية، شوف فيه بقى دين نفس السماحة ديت، فيه دين ويعيدك النشاط بعد الجنابة بالتيمم كالماء لأنك اتبعت سنة رسول الله فيه. شوف يعيدك النشاط زي الايه بالظبط كالماء فيه. قال له أما يكفيك يا عمار انت عملت ده كله ليه؟ اتمرخت في التراب ليه؟ شوف قال له تعالى تعالى ده التيمم كذا. وكذلك المرأة، نعم من المرأة بقول تحل ضفائرها يعني تجيب كيلو تراب تحطه على راسها وتعمله كده زي الأمية؟ لا ضيع نفس الضربتين المرأة والرجل فيهن ايه سواء. اصل الحيض برضو صعب يا مولانا لازم امي نور ربنا قال ايه؟ ويسألونك عن المحيض كله ايه؟ كله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، دي قراءة حفص اللي ماشيين بيه. وفي قراءة تانية حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الإيه؟ والحياة دي فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن إيه؟ أن شئتم. واحد يقول لك يعني إيه أن شئتم؟ نقول له اليهود قالوا كده، قالوا من عاشر امرأته من الخلف في موضع الحرث، موضع نزول الولد يعني، معاشرة طبيعية اللي ربنا امل بيه، بس بدل ما يجيبها من الامام جابها منين؟ من الخلف في موضع الحرص، جاء الولد احول. فالنبي قال مقبلات مدبرات كلهن سواء ما دام في موضع الايه؟ الحرص. فالصحابه قالوا يا رسول الله لو فعلنا جاء الولد احول، الاحول ليه؟ ايه اللي هيخليه احول لي يعني؟ مقبلات مدبرات كلهن ايه؟ سواء، اي في موضع الحرص، في موضع الايه؟ أما يقول لك أن شئتم؟ يعني إيه أن شئتم؟ أقول له ما أنت الإمام الألوسي بقى فسر براحتك أن شئتم. يقول لا أن شئتم أي من الخلف في موضع الإيه؟ الحرث، موضع نزول الولد. ولذلك سيدنا النبي يقول إيه؟ اسقي زرعك من حيث ينبت. تسقي الزرع من حيث إيه؟ ينبت. لما بتيجي كده تروي الزرع بتروح رويه من الآخر ولا ما ينفعش أبدا، لازم تروي من البداية من البداية كده. شفت سيدنا النبي وجماله صلى الله عليه وسلم. فقال حتى يطهرن، دي قراءة حفص، وحتى يطهرن. قال يطهرن أي لا تتخلى المرأة من الحيض بعد انتهاء حيضها إلا بإزالته بالغسل بالماء، يبقى يطهرن. أم حتى يطهرن إن لم تجد المرأة الماء واستعجلها زوجها في معاشرتها تيممت المرأة وعاشرها زوجها.
شوف القراطين حتى يطهرن وحتى ايه يطهرن فأتهن من حيث ايه امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب الايه المطهرين. يا اخواننا ازاي القرآن وجماله والسنة النبوية الموضحة والمبينة لما ابهمه الله في القرآن سبحانه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليديه رواه الدارقطني. عرفتوا الضربة ازاي؟ التيمم خلاص وكده فهمناه. ممكن نلاقي جماعة اللي هم مرضى في المستشفيات وغير قادرين على الوضوء او على الحركة مش عارف اوضيه كل شوية او حركته تقيلة ولا بتاع اقول له تيمم. واحد مثلا حصل له جنابه وعامل عملية جراحية في رأسه او في بتاع اقول له اغتسل. نغتسل ازاي؟ اغتسل فاغتسلوا. يقول له يا مولانا قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ربنا انني بريء منك. ده سيدنا عمرو بن العاص بيحكي في احدى الغزوات قام بها فشجت رأس احد الصحابة في هذه الغزوة. واحد يقول لك هو النبي ما كانش معاهم؟ نقول له لا بس ده تسمى سرية يا مولانا. هو جماعة الجماعة المحدثين بتوع السير المؤرخين يقول لك السرية ما كانت في عهد رسول الله ولم يشهده والغزوة ما شهدها ايه رسول الله. فلنا الجماعة القدامى الكبار بقى اللي هم محترموا سيدنا النبي قال وكل غزوة تسمى بغزوة ما دام النبي كان موجودا صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الأدب. الكل حرب أقيمت في عهد سيدنا النبي شهدها أم لا شهدها تسمى إيه؟ غزوة. ما تمسكش بجواز لك إيه؟ الغزوة ما شهدها رسول الله والسرية ما لم يشهدها رسول الله وكان لا. كل اللي حضر اللي حدث في عهد سيدنا النبي يسمى إيه؟ سمى غزوة. فغزى عبد عمرو بن العاص فشجت رأس أحد الصحابة في ليلة كان البرد فيها قارصا. برد كانت الجو بيطلع حتة تلج كده. فأجنب من ليلة ذلك تود واحد ضغط واطي المستشفى وياخد علاج ينام يجيله جنابه. يقول لك انا عاوز اغتسل. تغتسل ليه وانت قادر تتحرك؟ يقول لي جالك جنابه. يقول لك جالك جنابه انت كنت في ايه ولا في ايه؟ حظه كده. فاجنب الصحابه قعدت له جنابه بالليل فاشار عليهم ماذا اصنع؟ قالوا تصنع اغتسل. قال لهم اتيمم؟ قالوا اغتسل. فاغتسل فمات. فالنبي قال قتلوه بفتواهم قتلوه بفتواهم. وفي رواية في إحدى الأثر قاتلهم الله عشان الجماعة ما يصرعوش في الفتوى أبدا. وذلك كانت تيجي الفتوى لسيدنا عبد الله بن عمر يبعتها لسالم وسالم يبعتها لعمر وعمر يبعتها لفلان. وجت فتوى بعتها عبد الله بن عمر لسالم قال له افتيها يا قال. كان سالم ده أول من حفظ القرآن بعد رسول الله عن ظهر قلب الوحيد اللي طلع من نص الصحابة حفظ الإيه؟ القرآن بعد رسول الله عن ظهر قلب كالماء الجاري. فقال له افتي. قال له أيريد ابن عمر أن يجعل ظهري قنطرة يمر عليها الكافرون إلى جهنم؟ عشان الإيه؟ عشان فتوى ما يفتيش فيها أبدا. قال له أنا أرسلته إليك لعلمك وحفظك للقرآن. قال له أتريد أن تجعل ظهري قنطرة يمر عليها الكافرون إلى نار جهنم؟ ده برضه ده العشره ده وزعلان قوي عشان ألفتي. انما النهارده كله بقى شغال ايه؟ كله مفتي كله مفتي. ما يجوز يا ابني يجوز بناء عليه يقول لك اه يجوز. انا سمعت مره زمان يجوز. ده كلمه يجوز ما يقولهاش العالم الا اذا تمكن من الاراء التي قيلت فيها والمخالفين وادله المخالفين والرد على المخالفين والانتصار لقول القائلين بعد كده لك يجوز او لا يجوز. ده العالم الكبير لك يجوز يا ابني. انما احنا بنسمعها من الصغيرين يجوز يا ابني. يجوز ليه؟ لك انا شايف كده. وانت خلاص بقى ابو حنيفه هنقول له ايه؟ خلى نفسه مكان سيدنا الامام الشافعي. يجوز يا ابني ما ينفعش. يجوز ايه ده؟ شغلانه دي كلمه يجوز. وزيك انا بحترم يقول لك قال الامام ابو حنيفه وقال الامام الشافعي وقال الامام مالك وقال ده وكل ما اتى في فقه في الارض الا من جهود هؤلاء. في حد نبح كده في مصر لسيدنا الامام الليث بن سعد ولم يكمل الله له مذهبه حتى يكتمل مع الأربعة الذين رضي عنهم الله ورضي عنهم رسول الله. قضية كبيرة يعني مش سهلة حكاية الفتاوى دي. فقال له ايه عبد الله بن عمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ايه
ضربتان، ضربة للوجه وضربة للإيه؟ لليدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يبقى التيمم يكفيك كم سنة؟ 10 سنين. ما دمت مش واحد، مش معنى كلمة لم تجد الماء يعني الماء الموجود معاك على قدر الطعام والشراب فقط، على قدر الطعام والإيه؟ فيكفيك الإيه؟ التيمم لحد ما تستطيع القدرة على الماء. وعدم القدرة على الماء يأتي من حاجتين: العجز عن الإتيان به، أو خوف من العدو، أدي حاجة. العجز عن الإيه؟ أو الخوف منين؟ من عدو أو من سبع. يعني مثلا في أثناء ثورة 25 يناير والأمية قطع في الحي، أعرف أجيب من الحي التاني بالليل؟ تطلع تتقلب على طول، هو ده الخوف. جه مثلا انقطعت المياه عن منطقة، مش عاوز أبشر عشان الجماعة اللي في الأزهر وحوالي لو قولوا الشيخ اللي سبب فقطعه، عن منطقة معينة أريد انقطع المياه عن هذه المنطقة لمدة 10 ساعات، على السادة الموجودين بها أن يخزنوا مياههم. من فوق واحد راح مخزن برميل طب فيه فرمات، فراح للجار قال له: اديني انا عاوز اغتسل من جنابه. قال: اديني شويه ميه اشربهم بس. فاداله شويه على قد الشرب، ياخدهم لمراته: صب علي عشان اغتسل من جنابه. نقول له: لا اطلع جامع. يقول لك: ما فيش في المساكن، تعال الازهر اغتسل وامرك لله. الله. روح سيدنا الحسين الضرب تحت، روح مسجد سيدنا صالح الجعفري، وروح مسجد مش المساجد. مش ربنا قال: ولا جنبا الا عابر ايه؟ بس ما قال عابر سبيل ليه؟ يعني لو ما قطعت عندي في عين شمس اغتسل في الازهر. انما يقول لك: الله يا مولانا، قول له فيها ايه لما تيجي؟ اذا كان احل الله لعابر السبيل الجنب ان يمر بالمسجد، ما لو مر في الشارع فيها ايه؟ فيش حاجه. مش هتقول لك ايه؟ تمشيت انت جنب؟ اصل كل خطوه سيئه. جبتها منين؟ جبتها منين كل خطوه سيئه دي؟ يقول لك: الملائكه بتلعنوا. وانت افتته منين وانت كنت تحت معاهم؟ هم عاملين لعنوه؟ شوف القضية، جبت منين الكلام الملائكة بتلعنه منين؟ شوف القضايا حاجة نظام. فيقول لك: لا تعالى من بلد، تعالى اطلع، أختك ساكنة في الهرم، اركب المترو تعالى اغتسل وارجع تاني. ما ينفعش كسوف، فكسوف ليه؟ يقول لها: أنا عرقان والجو حر وانزنقت في المترو، اغتسل. هستحمى تبردا كده قدامها وأقول: اللهم إني أغتسل من الجنابة يا رب، في سرك وأنت ما تفرق إيه يعني؟ شوف القضية. فكلمة عجز عن الماء، مش عجز عن الماء، إحنا في القاهرة عجز عن الماء لا. انقطعت المياه ما فيش ميه خالص، وتعذر الاتيان بها، فلم نجد امامنا الا التيمم لفوات الايه؟ الوقت. فرحنا متيممين ومصلين وخلاص. صلينا، وبعد ان صلينا العصر جاءت المياه، نتوضى تاني نعمل ايه؟ ونعيد الصلاه. اقدر كنت امام، قال: اعيدوا صلاتكم فانني كنت متيمما، واذا حضر الماء بطل الايه؟ يشكرك عليها. يقول لك: والله الشيخ المتيمم هنا وصل النهارده اهو، حتى يطلع لك صفه حلوه الشيخ المتيمم، بدل ما يطلع لكش ايه عادي. يعني مره كان لنا احد ائمه وانا اشكرته عليه، دخل المسجد فلقاهم بيقوموا الصلاه، ففضل يا مولانا اتفضل سمعنا صوتك، فدخل صلى وفي الركعه الاخيره ايه تذكر انه مش متوضى، فراح واقف قال: يا اخوانا انا ما اتوضيتش، عيدوا الصلاه تاني. مش يبنى عليها يا مولانا، نجيب واحد يبنى عليها؟ لا، اصله باطل من اوله. انما اذا كان انتقض وضوءه في الصلاه، واحد يخش يبنى على ايه؟ على ما فات، فهموا النظام. انما دخل من غير وضوء يبقى الصلاه ايه؟ بطله، وصلاه اللي وراه بطله. يعني اذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الايه؟ شوف حاجه غلب، بصراحه حاجه غلب. واحد امام صلاته بطل، يبطل حوالي 1000 وراه؟ يقول لك اه. طب لو ما قالش يتحملهم امام الله وهم صلاتهم صحيح؟ ولو قال يقول لك: وانت فاضل بس، ما انت طول عمرك كده تتعبنا وبس. يقول: لا، فضيحه الدنيا اهون من فضيحه يوم الايه؟ اه، فاش مشكله. عشان كده يقول لك: ما تصليش امام ابدا، امتنع عن الامامه ولو طلبوك، وتقدم للاذان ولو منعوك. فكرش تخش على الامامه بصدرك وتقول: سقيموا يرحمكم الله. شفت ايه رايك في الصدر؟ جمال يعني، بسم الله ما شاء الله. هو انت داخل كده بالجمال والصوت والالوان؟ لا، ده الملك هو نازل، شغلانه كبيره قوي يعني. هسمعك في سؤالك، حاضر، ما تخافش، مش هطنشك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إيه؟ 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني يتوضأ تاني. شوف يرجع يتوضأ تاني ويغتسل إيه؟ قال وليتق الله، لأن مش هيعرف أنت مش متوضأ مش متوضأ إلا مين؟ نفسك بس. ناخد الحديث ده ونكتفي بهذا القدر عشان طولته عليكم شكل كده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجازتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. معناته إيه الحديث؟ فهمنا منه إيه؟ يعني اللي صلى وجه الأمية ما يعيش صلاته، نقول له إذا كان في آخر الوقت وانتهى الوقت به، وأما الذي يعيد الصلاة إذا كان في أول الإيه؟ الوقت، يبقى عيد الصلاة تاني. لأنما الاثنين حضرت الصلاة دوروا على المية ملقوش، لفوا يمين ملقوش، شمال ملقوش، تعذرت المياه فقالوا ما تتيمم يا عم انت ونصلي، فتيمما فصليا. فواحدة معدية تركنوا المية يا أولاد الحلال أو عاوزين تشربوا، من سقى صائما ومن كان له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له، ومن كان له فضل زهر فليعد به على من لا زهر له، قال كده سيدنا النبي، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، مش هحط في البسطة وأيد. شفت حال الأمة؟ ولو مشوا بالحديث ده ما كانش حد جمع مليارات ولا حوش ملايين ولا ودى نفسه السجون أبدا، كان يأخذ حاجات والباقي إيه؟ يغيره لغيره لغيره، إنما إيه اللي يفوت منك حطه فين؟ في البسطة وقفل عليه. بينفعك فين؟ ينفعك في الزمن. إنما حديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ده كان للصحابة رضي الله عنهم راحوا خلاص. ومن كان له فسبت له قالت له فيهم مية، فواحد قال له مية أنا أعيد الصلاة، فتاني قال ما بعيدش، خلاص دخل الوقت التاني، ودخلنا وقت الكراهة للصلاة. فقال أنا هقول للنبي، قال له قول له أنا مش مصلي. فقال له إيه؟ قال له صليت بالتيمم بعد أن بحثنا عنه، والبحث خد له 2 أو 3 ساعات ما لقناش، ودخل الوقت الثاني قال له أصبت السنة، والثاني قال له طب أنا تطلت وصليت يا رسول الله، قال له أعطيت أجرك مرتين، أعطيت أجرك إيه؟ مرتين، خلاص يعني. ولم ينكر على هذا ولم ينكر على ذلك. فحاجة اسمها إزاي تجمع الحديث عشان ما تاخدش بظاهر الحديث وتفتل إيه؟ وتوضأ فمن وجد الماء بعد التيمم فلا يعد صلاته. مفين؟ ولكن الحديث اهو صلى الله عليه وسلم، لا ما الحديث قاله عند دخول الوقت الثاني خلاص يتوضى بقى الوقت الثاني، انما قبل في اول وقت بيعيد الايه؟ يعيد الصلاه ثاني بالتيمم. والنبي قال التيمم كافيك ولو الى 10 ايه؟ حجج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وان كنتم مرضى او على سفر، فقال اذا كانت بالرجل الجراحه في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمما. شوف القرآن يقول إيه للعمليات الجراحية، وده وحصل له موضوع جنابة مثلا، يعني يعمل إيه؟ يقوم يتيمم، خايف على نفسه من الجراحة. أو في ناس أعزنا الله وإياكم بيجي لها قروح في الظهر كده وحاجات، ربنا يحفظنا يا رب من المرض ومن كثرة بتاع، يقول له اتيمم اغتسل. طب اغتسل إزاي؟ ده يغتسل هيموت فيه. نقول لا، التيمم يحل الإيه؟ زي ربنا قال: وإن كنتم مرضى أو على إيه؟ سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ونكتفي بهذا القدر. قول سؤالك قبل ما نختم بالدعاء. رواية عمرو بن العاص تجوز التيمم في البرد القارس. ما هو كانت شجت رأسه. تمام، تجوز. الصحابي إيه؟ شجت إيه؟ شجت رأسه. رأسه. هذه الرواية أجازت التيمم في البرد القارس. الصحابي شقت رأسه فأجنب فأمروه بالاغتسال، قال له اغتسل. ماشي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قاتلهم الله. قاتلوه بفتواه. قاتلهم الله.
يعني واحد دلوقتي البرد قارص وإذا توضأ حدث له مرض يسخن المي. لا مش هيسخن، ما هو المي موجودة سخنها، مش هسخنها ليه؟ ما عندوش الإمكانيات تسخين. ما هو سيد النبي قال لك إسباغ الوضوء على المكاره إزاي؟ ما إذا يعني إذا عامل إسباغ الوضوء يبقى يتوضى بالمرة وخلاص. ثم خلاص، ما هو عشان كده قال له إسباغ الوضوء. يكسر السبل لتسخين الماء. أصله في حاجتين اتنين، لو إحنا قاعدين في روسيا والماء كالجليد هناك عامل حتت، أو في البلاد اللي تحت الصفر بعشر درجات، أقول لك اتيمم يا مولانا لحسن تجمد زي السمك هناك. إنما إحنا عندنا في مصر هنا الناس اللي عايشة في المزارع فين؟ فين حد؟ في المزارع إنك تشوف الهواء في الشتاء. اسكندرية ما أنا بسألك السؤال. أنا كنت بصلي الجمعة في مسجد في طريق السويس كيلو 35، وكانت الأمية في الخزان وفي شهر طوبة، وكنت أروح قبل الجمعة أتوضى هناك، كنت أبقى بردان قبل الوضوء عند ما أتوضى، لأن الأمية درجة الحرارة فيها أقل من درجة الإيه؟ الجو. فلما أتوضى كنت أدفئ. أقول صدق رسول الله الإسباغ الوضوء على المكاره. طب صلاة الفجر توضى صلاة الفجر؟ كنت أتوضى والله، كنت أتوضى. فين؟ في المية اللي فيها السهريج. يا مولانا هناك كهرباء في المزارع؟ في كهرباء؟ مكشوفه ما فيهاش. فيها كهرباء ولا ما فيهاش كهرباء؟ ما فيهاش كهرباء. فيها عندك غاز؟ ما هو الغاز هنسخن بيه اكل ولا هنسخن بيه ميه؟ انت بتعمل المصنع. والله يا مولانا لو جبت هو شفش اميه يكفيك وضوء. نعم شفش اميه يكفيك وضوء. لا الروايه اجازت التيمم. اجازت لانه شجت راسه فتوضأوا جميعا وهو اجنب، فقالوا لازم تغتسل فاغتسل فمات. يعني لم تجز. ما بقول لك بقى لا يكلف الضروره تقدر بايه؟ بقدره. يعني واحد لو اغتسل لو اتوضى بميه ساقعه في البرد خد له 10 ايام مريض، اقول له سخنها. اذا تعذر السخان بتاعه ما فيش سخانات خالص والغاز خلص زي ما انت قلت، اقول اجمع حطب من الجبل وولع. فتعذر الحطب. لا تعذر يا حاج استنى، تعذر الحطب والاشتعال النيران، اقول له خد شفشة اميه حط عليه البطانيه دفيه جنبك. فاذا تعذر اقول له انت مصلوب على شجره بقى، ما انت مش لاقي حيله خالص اهو. مش عشان تعرفوا ازاي يا اخوان الضروره تقدر بايه؟ بقد اقعد خد الدعاء ده وامشي. اقعد 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 خد الدعاء. انت رايح فين؟ هات هات قول له اقعد الدعاء بس الدعاء وامشي. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا ولا حولنا ولا خلفنا شقيا ولا محروما. اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وتب علينا وعلى العصاة والمذنبين، واغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم عليك بكل من أساء إلى سيدنا رسول الله أن تسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.